كشفت السلطات الأسترالية عن عملية تجسس جرت على أراضيها، متهمة طهران بالوقوف وراءها في أعقاب مظاهرات تضامنية مع حركة الاحتجاج التي تجري ضد النظام الإيراني على مدار أكثر من 5 أشهر. قالت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل إن ناشطا إيرانيا يحمل جنسية الأسترالية كان مشاركا في التظاهرات استهدفته عمليات التجسس الإيرانية، وأكدت أن ما لا نتسامح معه إطلاقا تحت أي ظرف من الظروف هي محاولات أنظمة أجنبية عرقلت التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء. قالت الوزيرة الأسترالية إن طهران ضبطت وهي تتجسس على عائلة المتظاهر الإيراني الأسترالي دون الخوض في التفاصيل. أضافت: لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك الأستراليين أو حتى زوار بلدنا مراقبين أو ملاحقين من قبل حكومات أجنبية على أرضنا. في المقابل لم تعلق السلطات الإيرانية على هذه الاتهامات. إذن مشاهدينا الكرام، صفعات متتالية تتلقاها إيران، آخرها في العاصمة السورية دمشق، وكذلك توترات خارجية خاصة مع أستراليا بعد الكشف عن عملية تجسس. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا عبر سكايب السيد ميثاق عبد الله، رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز. سيد عبد الله، تحية لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم المشاهدين الكرام، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك سيد ميثاق. وأبدأ معك الحقيقة حول عملية التجسس التي كشفت عنها أستراليا، وبواقع أنك يعني مقيم في هذا البلد، ما تفاصيل هذه العملية، عملية التجسس التي قامت بها إيران، ومن كان المستهدف؟ بالطبع أن المخابرات الأسترالية والناشونال سيكوريتي الأسترالي، الأمن القومي الوطني، لم يعطي معلومات عن أي شخصية تستهدف، وذلك لضوابط أمنية تتخذها الحكومة الأسترالية لحماية الوافدين والمواطنين المتواجدين على الأراضي الأسترالية. ولكن قد ما يهم في هذا الخبر ليس من تجسس عليه، بل أن الأعياد الإيرانية قد وصلت إلى الأراضي الأسترالية لملاحقة الناشطين واغتيال المعارضين ومن يريدون تحرير أرضهم أو من يريدون أن يخلعوا هذا النظام ويغيروا بنظام آخر، ولكل ذلك منتجات حديث. ولكن في الحقيقة أن ما هو جديد في الموضوع أن الحكومة الأسترالية اعتقلت 4 أشخاص على أراضيها كانوا يتجسسون لصالح النظام الإيراني على الأراضي الأسترالية، وهذا ما هو كان قريب أن كان البعض منهم من الأحوازيين الذين كانوا يتجسسون لصالح النظام الإيراني وكانوا مدسوسين بينهم. هذا ما وصلت أخبار عشوائية، وليس أن هناك أي أسماء ذكرت في المواقع الأسترالية، وليس هناك أي أخبار مؤكدة 100%، إنما حسب ما تداول عشوائيا في داخل أستراليا، وتم اعتقالهم في منازل أحوازيين كانوا يستضيفونهم. ولكن في الواقع الحقيقي أن إيران ليس لديها عملية تجسس أولى، إنما طالت هذه العمليات سابقا ألبانيا وأيضا فرنسا، وحاولوا تفجير مؤتمرات واغتيال شخصيات معارضة، وفيما قتلوا شخصيات في هولندا وأيضا في ألمانيا على مدى السنوات الماضية. فهذا العدو وهذا النظام المارق الذي يقبض على سدة الحكم في طهران منذ 4 عقود وبضع سنين لن يتوجس ولن يتورع عن عملياته الإجرامية خارج حدوده الإقليمية. وكذلك أستراليا توعدت على لسان وزير الخارجية وزيرة الأسترالية الداخلية كلير أونيل أنها توعدت إيران أننا نراكم وأننا نتابعكم وأننا سنضبطكم، وذلك قالتها خلال كلمتها في الجامعة الوطنية الأسترالية. نعم.